المدرسة الوطنية للتجارة والتسير وجميع الجامعات المغربية هي بالدرجة الأولى مؤسسات للشباب. فالشباب هو أول المعني بهذا النوع من المواضيع، مواضيع الجريمة الإلكترونية. كيف كتعرفوا أن الشباب اليوم يعني كيستهلك واحد الشكل كبير المادة الإلكترونية في جميع المستويات، لي غيزو إكسترا، وهذا الشيء كيطرح إشكال ديال حماية هذا الشباب من ما يرتبط بالجريمة الإلكترونية. ولهذا فكمؤسسة مواطنة وكتآمن أنها يمكن يكون عندها واحد الدور فعال في حماية الشباب المغرب والشباب بصفة عامة من هذه الآفة، فارتأينا بمعية الوداد الحسنية للقضاة ومجموعة من الفاعلين سواء جمعويين وكذا، أننا نضم هذا اليوم الدراسي للكباب بالبحث وتعميق الدراسة والحوار وإعطاء كذلك بعض الحلول الموضوعية لهذه الإشكالية الكبيرة اللي كتهدد المستقبل نوعا ما ديال الشباب ديالنا. الوداد الحسنية للقضاة تشارك في هذه الندوة العلمية بمعية المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير وشركاء آخرين مختصين في المجال الجمعوي. فهذا الموضوع المتعلق بالجريمة الإلكترونية بين الشباب، الحماية والوقاية والحماية أية آفاق. المعلوم أن الجريمة أصبحت تتنامى بشكل كبير لأن الكل الآن يتعاطى للشبكة العنكبوتية. الجريمة هي موجودة دائما ما وجد الإنسان توجد، لأنه كما هناك الخير هناك الشر، هناك أشخاص يعبثون بشبكة الإنترنت ويستغلون المعطيات الشخصية للأشخاص وللجماعات ويستغلونهم ويبتزونهم. والسبب اللي نأجلوا هذه الندوة هذه هو أنه توعية الشباب بالخطورة ديال هذه الجرائم، لأن الإنسان كيدخل شبكة الإنترنت كيدير واحد التصرف ضامن منه أن التصرف عادي، كيأخذ واحد الصورة لواحد الشخص في واحد المكان وكيرميها في شبكة العنكبوتية وكتمشي بواحد السرعة خطيرة وعابرة للقارات. ما كيوعاش هو بأن أولا هذا الفعل هذا الآن أصبح مجرم، هو عالميا مجرم في المغرب، راه دخل القانون حيز التطبيق وكيطبق دابا. يعني هذا التصرف هذا معاقب عليه تصرفات أخرى مثل بعض العبارات المسة بالشرف، عبارات أخذ محادثات والتغيير فيها وتخرجها في الإنترنت، هذه كلها أفعال خطيرة ومجرمة. لذلك هذه الندوة هذه الدور ديالها هو دور تحسيسي توعوي من الجانب القانوني أساسا، هو الدور ديالنا احنا كوداد حسن القضاة. كاين الأستاذة عائشة آية الحاج مشاركة بمداخلة كقاضية وكيلة الملك، وكاين أيضا جانب نفسي، لأن هذه الشبكة العنكبوت كاين واحد عندها واحد الجانب آخر هو الإدمان عليها، ولا واحد مجموعة الشباب مدمنين عليها. ملي كيشد هذا الحاسوب ديالو ما تيحيدوش، أو الهاتف ديالو نقال ما كيحيدوش. هذا الأمر هو خطير جدا. كنتمنوا أن هذه الندوة هذه تخرج بواحد التوصيات وبواحد دليل عملي اللي يساعد هاد الشباب باش يتفادوا الخطورة والأضرار ديال هاد الشبكة، يستفدوا من المنافع ديالها ويتفادوا الضرر ديالها.